بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا مؤسسة بحر الطفول والإبداع مؤسسة ثقافية بتهتم بالطفول والشباب وحقوق الطفل والشباب في الجمهورية اليمنية، وبتهتم بالثقافة والفنون والأدب وتنمية هذه الأشياء عند الأطفال والشباب. في الثلاث الأشهر الأخيرة طبعا كان الربع الثاني من العام 2010 كان كثير مميز وقوي بالنسبة للبحار، نفذت فيها العديد من الأنشطة في مواضيع مختلفة. كان أول برنامج قامت به المؤسسة خلال الثلاث الأشهر الأخيرة برنامج ثقة كان مع منظمة رعاية الأطفال، وبرنامج تمكين الشباب بالإضافة إلى الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، وكان بيهدف إلى تدريب مجموعة من الشباب من عدة مناطق مختلفة من عاصمة صنعاء على حقوق الإنسان، وقدمنا لهم فيها الاتفاقية الدولية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى التفكير الإبداعي والكتابة الإبداعية وأيضا طرق إدارة ورش العمل وطرق إدارة الفريق. ومن ثم في المرحلة الثانية قدمت لهم بعض الأشياء في الإعلام الجديد حول المدونات والفيسبوك وإلى آخره في دور التدريبية. والمرحلة الثالثة كانت من المشروع كانت عبر تقديم دورة تدريبية لهم في مجال الفوتوشوب، والمخرجات كانت عبارة عن 30 لوحة مصممة على الفوتوشوب حول حماية الطفل من الاستغلال الجسدي والجنسي، حتستعمل للاحتفال باليوم العالمي لحماية الطفل من الاستغلال الجسدي والجنسي في 19/19 من هذا العام إن شاء الله، حتكون أيضا برعاية من منظمة رعاية الأطفال، وإن شاء الله خير في هذا الموضوع. هذا كان واحد من البرامج الذي نفذتها المؤسسة خلال الثلاث الأشهر الأخيرة. وطبعا خلال الثلاث الأشهر الأخيرة كان في مشاركة لي أنا كمدير عام المؤسسة في منتدى الإسكندرية للشباب، وحصلت على منحة من قبل منتدى الإسكندرية للشباب بالإضافة ومنظمة تيك أند جلوبال الكندية وبيت التنمية في اليمن حول التوعية بالإعلام الجديد في الجمهورية اليمنية، وقدمت خلالها دورة تدريبية لنشطاء الإيدز في اليمن حول طرق التجاوب مع الإيدز في الجمهورية اليمنية من خلال تكنولوجيا المعلومات والإعلام الجديد، وخرجنا بمجموعة من الخطط في هذا الشأن. وأيضا المرحلة الثانية من هذا المشروع كان مع المرأة وحول دعم وصول المرأة إلى البرلمان من خلال تكنولوجيا المعلومات والإعلام الجديد، وكان مع استهدفنا فيها الشركة الخاصة بمؤسسة برامج التنمية الثقافية. وأيضا كان الجزء الثالث كان عبارة عن الطفولة، واستهدفنا فيه مجموعة من الأطفال والشباب في اليمن للتوعية بالإعلام الجديد. وفي معنا الأخيرة كانت عن حقوق الإنسان، ولسه ما قد نفذناهاش، حنحاول ننفذها خلال الأسبوع القادم، وحتكون للمدونين في موقع مدونات إبحار على الإنترنت، وهم عددهم 20، وقد قدمنا لهم مجموعة من الفعاليات في وقت سابق، والآن حنعرفهم بوسائل الإعلام الجديد للاستفادة بهم في مدونات المؤسسة أو مدوناتهم الشخصية على موقع المؤسسة. هذا كان المشروع الثاني مع منتدى الإسكندرية. أيضا كان في سيف القراءة، هذا كان مع مجموعة من المانحين من دولة الكويت الشقيق، كان الهدف منها الترويج للقراءة في محيط الأطفال في الجمهورية اليمنية، ونفذنا في مجموعة من الأماكن في 4 محافظات، كان من ضمنها أمانة العاصمة في السنين وبني الحارث وبني مطر، شبان كوكبان في محافظة المحويت بإضافة إلى باجل والخوخة في الحديدة، وأيضا محافظة حجة حول تهريب الأطفال في المكان استضافة تهريب الأطفال في حجة. كان المستهدف منا تجاوز أكثر من 2000 طفل، كان الرغبة أنه نزلنا إلى عندهم بمكتبة المؤسسة بإضافة إلى مجموعة كتب بصوت لنا من الكويت، وحاولنا نروج للقراءة ودور القراءة في حماية الطفل ودور القراءة في معرفة الطفل لحقوقه. وهذا كانت الثلاث المشاريع الأهم الذي نفذناها في المؤسسة خلال الثلاث الأشهر القادمة. بالنسبة للنظرة المستقبلية في المؤسسة، احنا مقدمين مجموعة كبيرة من المشاريع، مجموعة من الشركاء سواء في الكويت أو في لبنان أو في اليمن، وإن شاء الله حتكون في المستقبل في معانا مشروع المدونات، مدونات مدعومة لأجل حقوق الإنسان، والتي حتتوجه للفنانين التشكيليين، حتكون مع الصندوق العربي لحقوق الإنسان، حتبدأ مع نوفمبر القادم. أيضا في مشروع حول الاستثمار الثقافي في مسائل حقوق الإنسان، هذا مشروع حيكون مع مؤسسة المستقبل إن شاء الله في حال تمت الموافقة عليه، وقد تمت موافقة مبدئية، وإن شاء الله حيكون من مشاريع المؤسسة للعام 2014. وشكرا جزيلا.